هذه الحالة هذه فهو واحد الشاب واحد المواطن مغربي اللي كيقطن في المغرب وكان قادم من بيرغامو عنده 39 سنة ولما دخل عبر البوابة ديال الدار البيضاء فبالتالي ما كان عنده حتى شي أعراض دخل في 27 يوم من بعد عاد بانوا الأعراض علاش مولاي يوسف لأنه هو كيتواجد في الدار البيضاء ومولاي يوسف من يامات ما كانوا التجارب ديال الصغار والإيبولا فهو اللي كان عينو كمستشفى ديال ريفيرونس لهاد الامراض اللي هي عندها جهه تنفس وكيتوفر على اون شومبر ابريسيون نيجاتيف اللي كنديروا فيها العزله فهذيك المده ملي كنقول لكم اون شومبر ابريسيون نيجاتيف يعني هذيك لا شوم فيها واحد الضغط ناقص حتى الا تحلات الباب داك الهواء اللي كاين في داك لا شوم ما كيخرجش على برا باش كتبقى كيبقى المريض في داك البيئه ديالو كتكون ليكستراكسيون ديال داك ديك الهواء وكتكون لا ديزانفيكسيون لا ستيريليزاسيون هذا علاش ولكن خصني نعلمكم بان كل مدينه عيننا فيها مستشفيات اللي فيها خلايا وفيها دي شومبر اللي هما مختصين باش يستقبلوا هذا النوع ديال المرضى واش المستشفيات واش المغرب كيتوفر على المستشفيات باش يمكن له يتصدى الوباء ديال الكورونا فيروس اليوم كنقول لكم الاجراءات اللي اتخذنا يعني حنا كنمشيو مع التطور ديال هذا الوباء حنا عندنا حاله وحده فاحنا عندنا 670 سرير متخصصه اليوم الى قدر الله وقع شي كارثه باش يمكن لها تستقبل جميع الحالات اللي يمكن لهم يكون عندهم هذه الاعراض الجانبيه وربما كنعرفوا بان التطور كيكون على مده ديال 14 يوم فبالتالي راه كيكون المريض داخل مريض خارج وكاين اللي كيمتثل الشفاء وكاين وحنا كنبقاو في هذه المساله هي سيكري عندنا جميع المعدات جميع اللوجيستيك باش يمكننا نتصداو ليه كذلك عندنا الناس اللي هما المهنيين ديالنا اللي متدربين كذلك على 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 على, 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 على على العنايه بهذا النوع ديال الامراض وكذلك عندنا بالنسبه لمصالح الانعاش ومصالح الانعاش كذلك حتى هي متحسسه وموجوده باش يمكن لها تصدى وكانت البارح كما قلت لكم في الندوه الصحفيه لجنه تقنيه علميه اللي كدير ان بلون اورسيك باش يمكننا لا قدر الله كانت شي حاله صعيبه المغرب كيتوفر على جميع الوسائل وجميع الطاقات باش يمكن له يتصدى لهذه الحاله هويه بريس نحو اعلام هادف